لكن ما بيكون مشكلة معينة أو بيكون مشكلة بحد ذاتها. إذا عرفت أسباب المشكلة أضع فرضيات لحل المشكلة. إيش الفرضيات اللي بضعها لحل المشكلة؟ اللي هي التعصب الرياضي. أنا مثلا أقول، نفترض أن مشجع الفريق أو المنتمي للفريق، صح أنه نحب الإنجازات، بس نقول أنه ما بيحب أو ما فرقت معي يتوج الفريق أو ما يتوج، أهم شيء أنه يكون حاضر، يكون موجود. طبعا نضع أكثر من فرضية، سأعطيتكم مثل واحد للفرضية. أختبر الفرضية، أو مثلا نقول نضع الفريقين، الانتقال بين اللاعبين، بين الفريقين، يعني لاعب فريق نادي معين ينتقل إلى النادي هذا، النادي هذا اللاعب اللي فيه ينتقل للنادي الغريم التقليدي له، بحيث أنه يكون فيه روح رياضية. اللاعبين كانوا هنا الفريق هذا، بكرة في الفريق الثاني. هذا نحطه فرضية، نختبر الفرضية. إذا مشت الفرضية معنا صح، معناته أن الفرضية اللي وضعناها صحيحة وقابلة أنها تكون نتيجة. إذا اختبرنا الفرضية خلاص نقول النتائج. إيش النتائج؟ إذا سوينا كذا بيحصل لنا كذا، إذا وزعنا الأفريقة بيصير كذا، وما إلى ذلك. إذا خلاص وزعنا النتائج، إيش يصير بعدها؟ يصير نعمم النتائج. طبعا هذا هو نموذج جون ديوي لحل المشكلة. عندنا مشاكل واجد، ظواهر منتشرة في مجتمعاتنا، فبين الشباب، بين الشابات، كثير من المشاكل. طبعا هذه المشاكل من يقوم بدراستها؟ هذا اللي يقوم بها اللي يدرسون ماجستير أو الدكتوراه، الدراسات العليا بشكل عام. مهمته انه ايش؟ يدرس المشكلة ويضع حل للمشكلة. يعتبر الشخص اللي درس ماجستير ما بيتخرج او بيحصل على شهادة الماجستير حتى يقوم بخطوات هذه كاملة، اختبارات او شيء، المشاكل اسبابها، وضع فروض، اختبار الفرضيات، تعميم وضع النتائج، تعميم النتائج. خلاص إذا سوى هذه حركة كاملة بيحصل على الماجستير. ممكن الشخص أنه يدرس مشكلة أو أنه حاب أنه يطلع على مشكلة معينة، أسبابها، ليش جت المشكلة هذه، كيف أنه نتخلص منها، حتى لو ما بيدرس. يعني مو بلازم يكون ماجستير عشان يحل المشكلة، لا عادي، شخص عادي يبغى يحل المشكلة يمدي يحل المشكلة. هذه طبعا نبذة بسيطة عن نموذج جون ديوي نحل المشكلات. مرحبا والله ومسهلا، حياك الله. يا مرحبا، شلون صحتك؟ الله يعافيك. طيبين، ايش حالك؟ يا مرحبا. تعرف نموذج جون ديوي؟ ايش هو؟ نموذج جون ديوي. اي عارف. ايش هو؟ اوكي طيب اعرفه يعني، بس اقول لك اعرفه بس استنى. اوكي. كلامك. والله بخير. جالس اتكلم عن المشاكل اللي منتشرة في المجتمع. جون ديوي. المشاكل وايد، وش نوع المشكلة؟ اي مشكلة، اي ظاهرة منتشرة. طيب شيء طبيعي. طبيعي انه يوجد مشكلة، لكن اللي ما هو طبيعي ما في حل للمشكلة. شوف، لكل مشكلة حل، ولكن هل انت بكلامك هذا ان العقال قلوا؟ لا، ما هو قل العقال. ليش في مشاكل؟ شوف، المشاكل شيء عادي، المشاكل والله يعني انا اشوف انها روتين. يعني انت يا ابن ادم ضعيف يا اخوي، يعني على ادنى شيء تسبب مشكله، على ادنى شيء تزعل، على ادنى شيء. فالمشكله شيء عادي، ولكن الافضل ايش؟ الافضل ان المشكله ما تتشعب. كيف ما تتشعب؟
يعني لا حصل مشكلة انك تدارك نفسك وتصبر وتحاول انك تتعامل معها باسلوب حلو عشان ما تتشعب المشكلة وتتطور وتروح الى امور خارجة عن الإرادة. هذه بالنسبة للصراعات بين الناس و اختلاف ترى بدايات المشاكل هذه كلها. السلام ورحمة الله. بداية المشاكل هذه كلها تلقى شيء تافه. لا انا ما اتكلم عن هذه، انا اتكلم عن الظواهر اللي منتشرة. مثال؟ مثل حوادث السيارات. طيب مشكلة حوادث السيارات؟ لا. وش هي؟ ما هي مشكلة. تبغى نشوف عجديهم؟ لا مشكلة. لا مش صح انها مشكلة. انتشارها حوادث السيارات كان حوادث السيارات كانت انتشارت بشكل قوي صح؟ وقلت. قلت ليه؟ ليش؟ بنظام ساهر. طيب حلو. يعني كان عندنا مشكلة حاولنا قلت بنسبة. ما قلنا لك انها اختفت. هل تقول انها كانت مثل اول؟ لا خفت. صح انها خفت. يعني ايش؟ خفت بنسبة 30%. يعني جالها حل معين او جزء من الحل. أيوة. ما نقول انحلت بشكل يعني كامل. يعني انحلت بشكل اقل من النصف. يعني كان في مشكلة اصلا. كان في مشكلة. تمام. هذا اللي ابغى اوصل له. مثلا خلينا ندرس على السيارات، حوادث السيارات. طيب. انت يوم جحدتها في البداية هنا الخطأ. ليش؟ يوم تقول ما هي مشكلة، لا هي مشكلة، حوادث السيارات مشكلة. ولا زالت مستمرة. ولا زالت مستمرة. ولكن يعني يقول لك تقلصت من نسبتها شوي. طيب لو نبغى نحلها. نحلها جذريا. ايه. حلها جذريا طويل العمر والسلامة انك توقف السيارات. او انك شوف والله انها صعبة، صح؟ صعبة صعبة جدا. مستحيل. مو مستحيل. ما لها حل. يعني انت بتمتلك سيارة، بمتلك سيارة، انا بمتلك سيارة. ترى المشاكل هذه كلها عند العدد. عند العدد، العدد كم هائل جدا. سلام. السيارات. انا مرة انا عندي في مشكلة، ما ادري هي عندكم ولا هي عندكم. انا بعرف الحين المرور. اللوحات كيف ما تتشابه؟ في تتشابه. في تتشابه بس انها نقل عام ونقل خاص. صح؟ حتى بس نوع السيارة. لا اتوقع ان فيه تشابه. في تشابه فيه قد شفت انا بس انه هذيك تريله. اي النقله هذه تختلف. أيوة. عادي نفس بعض بس تختلف. بس انا اقول يا ولد اللي ماسك الارقام هذه يا اخوي هو ما يتشتت يا ولد. اي ما يتشتت. الحين عندك حروف. في حروف ممنوعه. اي يمكن انه حرف الجيم. انا كنت بطلع لوحه جبر. بس ما في واحد من المرور كلمته قلت في لوحه جبر قال ما اذا طلع لك حبر. حبر حط نقطة حط مسمار نقطة بعدين مخالفة بعدين يلا شو الحل؟ اوف لو دي جبر جبر ابغى ايش؟ جبر رقم واحد. يا سلام. والله شوف يوم نتكلم في الحوادث عشان باخذ المركز الاول جدا. اول شيء تستاهل. طبعا اول شيء لازم ايش؟ نعترف ان في حوادث وفي انها مشكلة وظاهرة طبيعية. اذا اعترفنا هذا اول حل. بعدها الأسباب. وش الأسباب الحوادث؟ أسباب الحوادث ممكن السرعة. أشياء ملهية للشخص ما هو بمسألة جوا. الملهيات. حلقت أنت؟ لازم. إيه حلق يا رجل. سوني دق ودش. يا رجل جزة يا رجل. اللحية عطها ما أجيبها هي جزة. شفت كيف؟ نحدد اسباب حوادث السيارات. طيب غير اسباب حوادث السيارات. اذا حوادث السيارات قلنا ان جاء ساهر وقلص من نسبه الحوادث الاشياء هذه تكون ضمن الحلول. طيب حلولها وضع مثلا عواقب او مخالفات. تسحب السياره الى اكثر من حادث. هذه تعتبر حلول كلها. في دكتور قال لي قبل 5 أو 6 سنوات نسبة الحوادث في عام واحد بس سنة واحدة مئات الألوف قبل ما يجي النظام ذا حق التصوير و إيه؟ بعد ما جاء خفت بنسبة كبيرة. أنت ما تلاحظ أني حتى ساهر قاموا يتفننون في الكاميرات. يعني مثل صح هو نافع جدا ولكن الفئة من المجتمع مضر.
مثل الشيبان. لا هو ممتاز. هو صار انه فك ازمه يا رجال. هو فك ازمه. هو صح والله اني اعرفك رجال. بعض الناس يعني يكون مستعد ياخذ لكن ما عليه بدفع، لكن شيء يمنع من اسباب حوادث بعد الله سبحانه وتعالى وخفف من الامور هذه، انا اشوف اني انا معه جدا. لا نسمع بالحوادث المميته اللي عوائل يروحون. تصدق ان اختلف كل يومين كل ثلاث ايام عائله قلت. 8 7 5 6 والله قلت قلت قلت. تذكرون لما تجي في الجرايد ايه يحطون الصوره صوره الحادث؟ الحين خفت. وين وين تسمع حادث شنو؟ لا شوف ترى في حوادث ولكن في بس كلها قلل الاعلام عن الحوادث خفيفه ما هي قلل الاعلام عن الحوادث. لين ايش؟ من اول اذا شفنا صوره الحادث في الجريده اوه ننصدم، تشوفها في الجوالات على انها قلت نسبتها، لكن صاروا الناس متفهمين الشيء ذا خلاص. صار الحوادث هذه ما هو اقول لك شيء عادي، ولكن الشخص اذا ساق الموتر بالذات انا ضد الشخص اذا ساق موتر ومع عائله يسرع. هذا غلط والله العظيم مهما صار معك حتى من لو انك لحالك غلط مهما. لا شوف لحالك بكيفك لكن هو شوف هي غلط لكن بكيفك، لكن انت معك عائله انت معك روح حتى لو ما معك الا اخويك ترى في رقبتك صح تسرع تهور ولا ايش ولا عندي شغل ضروري ولا يا اخوي اركض اركض. بعضهم ايش تلقاه يسرع عشان يلحق له محل ما قبل يقفل، ولا يسرع عشان يلحق له شيء بس عادي من الروتين اليومي يعني بلقاه بعد ساعه ولا بلقاه بعد نص ساعه. غلط حتى لو ان عندك حاله طارئه الركاد عشان ما تخسرها معك الحاله الطارئه. طيب يا رجال واحد يعلمني بسالف يقول صار حادث على واحد من جماعتي وحالته بين الحياه والموت وزاد بعدين توفى في نفس اليوم الله يرحمه. يقول عني انا رايح للمستشفى متقفين سياره الاسعاف هو مع 2 أو 3 من ربعه. يقول انا قلت قدر والحمد لله وامشي على هون يعني سرعه معتدله ما هي. يقول اللي معي يا ولد الحق يا ولد امشي يا ولد امشي يا ولد امشي. يقول انا تعين بي متولد تبغون انا الحق الحادث بحادث المصيبه ومصيبه ثانيه ان عاش اللهم والحمد لله وان مات الله يرحمه ويعفي عنه ما انا رادين قدر الله وقضى الله. يعودوا لانهم يوم ركدوا. يقول انا امشي بسرعه المعتدله حقت الشارع وصلوا المستشفى والرجال باقي حي ذا زاد بعدين توفى. لا حول. فاضطر حتى لو كان انك في اشد المواقف انا بعلمك موقف لا تسرع وش انت مطرود عليه. موقف صار وانا موجود ما اقول لك اني انقله عن فلان انا موجود. كان احنا عندنا طريق الخرمة تربة يتمرون يربطوا البحر. كان في عائله على جمس صار عليهم حادث قبل تعرف شعر؟ ايه دون شعر بشوي. العائله هذه من اهل الخرم لا من اهل التربه ولكن يوم صار عليهم حادث انقلوهم مستشفى الخرم لانها اقرب مستشفى الخرم. سمع بهم ولدهم انه صار عليهم حادث يمكن في عمرنا ما يقاس عليهم شهر يمكن عمره 23 كذا هو في تربه. سمع بهم صار عليهم حادث في المكان الفلاني. جاك طاير احنا بيتنا على الخط السريع جاك طاير يبي يلحق على هذا المستشفى مر على التقاطع اللي وين اللي تو اللي التقاطع اللي يدخل على الغريف هذا. التقاطع هذا طالع منه واحد الله يشفيه لا زال في المستشفى طلع منه يسوق موتره يمشي على هونه طلع بس وجه موتره في الخط السريع لقط وجه موتره وتقلب تقلب 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 لين ما عاد تدري السياره وين. انا كنت موجود وقت الحادث انه جالس قدام البيت نشوف الحركه اللي صارت كان في رمشتين سبحان الله. اول ناس باشروا حادث احنا يعني كنا تعرفون ان كنا الكلام هذا انا كنت في ثانوي تعرف كنت انت قدام البيت وكذا نطلع ونروح ننطق الحادث
جينا طيب والسلامة تعرف ما نقدر نسوي شيء. الدفاع المدني بعد الدفاع المدني من جيران يعني على الشارع اللي نعلمهم يطلعون. طلع واحد من الدفاع المدني، الشخص اللي طلع وجه موترة هذا أخو اللي في الدفاع المدني. والشخص اللي الثاني اللي تقلب أهله اللي صاروا عليهم عاد. وتكسر الشخص هذا ونعدم ولحق أهلك في المستشفى. ذا من السرعة الشخص اللي جاي من اللي صادم اللي إيه اللي صادم جاي من تروبه عشان يلحق أهله في الخرمة صار عليهم حادث. الحق أهلك في المستشفى عشان إيش؟ عشان السرعة. صح إن أهلك وما تنلام إذا سرعت، ولكن أنت تدري إن هذا قضاء الله وقدره. نعم. الشخص اللي طلع وجه موتره ولقطه حالياً يطول عمره السلامة له 8 سنوات في العناية المركزة في غيبوبة. في غيبوبة تامة. يا الله. من جيراننا وعارف زي الله إنه يشفي شفاء لا يغادر. يشفي عافي. وصلوا مرحلة إن أهله من كثر ما زروه يعني ملوا. المهم ملوا حطوا على رأسه كاميرا. حطوا كاميرا. يعني خلاص ميت دماغياً. الله أكبر. فالسرعة يا جماعة والله العظيم يعني ضرتك ولا منفعتك. أنت في موتر حديد وماسك اندركسون وما تضمن. طيب خلي أنت ما تضمن نفسك. طيب لو ينفك مسمار في الموتر ده رحت طعام جحوش رحت انذر رحت ما تسوالك سوي. فبنادم لازم يقايس الأمور. في موتر في حديد يا رجالة. جيت أنا وأخوياي ناس من أخوينا جينا الرياض هنا. لا كويا متقدم في جنته. لا. وخلصنا لنا شغلتنا هنا. يوم قدنا راجعين في 2 من أخويانا في موتر قدام. وانا واثنين معي في موتر وراء. واستوى طريق الرين الساعة 9:30 9 في الليل. في الليل. وبسم الله. يوه طريق الرين. انا ما احب السرعة. الا في طريق السفر احب اسرع، لكن انها ما تكون السرعة الجنونية. يعني ما تتعدى 140 الى 150 160 ما هنا معناها حتى هي مضره، لكن يعني قد شيء اهون من لا شيء. بعض الناس ما يرتاح الا شاف العداد حق الطبلون لاخر شيء هذا جاته راح. هذا متهور يا اخوي. ولا خوينا اللي قدامنا الله يصلحه جالد ايش ومعه موتر جديد. دق عليه يا ولد ركد شوي هد شوي يا ولد نبغى نقطع الطريق ونبغى. قلت يا رجال بيمدينا نقطع ايش ورانا؟ ما ورانا شيء، لا ورانا دوامات ولا ورانا شيء شفقين على الديره ولا. لكن لا في بعض الناس يمل من طريق السفر يبغى يوصل خلاص. والله ام جاء خوي اللي حولي قال يا ولد خلنا نسرع مثله العرب راحوا احنا يلا نمشي. قلت حنا اخويا في السفر وخلنا. قلت والله قومنا اخويا وما اخويا وكيفهم بلغناهم يركدون الركده ولا الله يسر امور. قالوا لا ورا. الرجال قدامه موتر وهو جاي من ورا. شفناه حن قلنا يا الرجال يبغى يطوف في سياره جايه منك. قلنا الرجال يبغى يطوف لانه ما عاد يمديه يمسك فرامل. كبسنا الرجال يحسب ان احنا نبغى نطوف. فايش سوى؟ مسك يمين راح يبغى يطوف من اليمين. راعي الموتر ذا اللي هنا ما انتبه للي في اليمين، انتبه لتكبيس نحن من وراء. فلف يمين يا الله اكبر على لفته
على خوينا لف الموتر عليته ايش اسمها بالطناج ليته عليك السلامة ليته بطناج مستوي الطريق العب الطريق قم 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 قمت ما ادري ايش يعني قم مع الباب قم قم اذا مو ترجع مو ترجع اسبيع لا لا قم اسلم عرفت يخرطيتك يا انت اسمع يخرطك جيتنا في طرف سالفه يعني. اسف وليل الشارع نازل كذا هويه كذا يا الله يا كريم تعال رجال لف ساعه تلف قول يا ظهر الموتر ورا جاء الموتر قاين كذا حاص الموتر بعلم كل ده حاص كذا هم رده ساعه رده له على الخط الثاني على جيت الموتر اللي جاي منك الموتر اللي جاي منك ما كان مسرع مهدي وظنيت اني شاف الامور من بدايه منه ها حولها سحرة كتب حولها جلد على طول وطلع خوينا قدر رد الموتر وزين معه موتر موانعه طيبه ليه هو بعد الله سبحانه وتعالى بعد الله لكن في بعض المواتر ترى سبحان الله ترسي ترسي في الخط موانعه تكون طيبه ومشى حنا اللي ورا قاعدين نشوف الموقف ونقول اشهد لا اله الا الله وحمالنا دخل تخيل ان اخوياك اثنين من اخوياك تشوفهم قدامك خلاص بين الحياه والموت اشهد لا اله الا الله يا شين الموقف اشهد لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله موقف ما تحسد عليه تعدينا وراحوا العرب ما جانا شيء ما اتصل عليهم قلت وقفوا كيف قلت وقفوا بنكمل بنكمل يلا قلت وقف الحين تحمدوا على السلامة يا اخو انا اشهد موقفنا تحمد لهم بالسلامة اول ما تحمدوا بالسلامة عطيتهم كم كلمة من الخاطر يلي فيكم ما يخطيكم لانك انت سابقا قد حذرت انتوا تشوفون يا الربع شيء ثاني اصلا خط الرين ما يصلح في الليل خط الرين ما يصلح في الليل ابدا الا كان عندك شغله ضروريه ولا عندك امر ضروري امش في الليل لكن بشوش لكن لا جيت في النهار تشوف كل شيء كل شيء على مد النظر تشوف في الليل ما يمديك شد اعصاب اصلا والله لعدت اسرع قال اقول لا ما عليك ازهق والله يا ريجي نحن مشينا لين قلنا سلام يا الخميس ديرتنا والله ان المسجل انها ما اشتغل الا في النهايه نحو من الروعة وان ما واحد منا سولف مع الثاني بسالفه بشمه لين قلنا سلام كذا كل شوي نتفكر لو موقف قوي صعب يا ولد لو قام كلهم يقول لو صار كيف ندق على الهلم ونبلغ قال ثاني قال ذاك لو صار ايش بيصيرنا في الموقف ذاك قال خلاص صارت معنا هل وسهلين وصلنا والله يا ريجي يسر على الدين ما منها خير مره وين ما رحت وين ما جيت انا من الناس اللي انت اللي بتاخر ساعه ولا انت اللي بتقدم انا من الناس اللي تضرر من السرعه انا كنت مرة طالع أنا وأربع لا والله ستة من الشباب ستة في ديتسن كلام هذا أنا في ثالث ثانوي المهم وقت مطار لا طالعين منا بنروح نتعشى برا كشته مقضينا مقاضينا المهم وأنا طالع من البيت وراكبين في السيارة على السيارة عند الباب طلع عبد الله اخوي قلنا تخوينا قال لا ابغى اروح للمستشفى الخرمه عندي جرح في رجلي ابغى اشوف شو وضعه قلنا زين قال ابغى اخلص ونجيت بدري جيتكم الديره ممطوره عندنا شعيب قال له شعيب البحره وادي المهم الشعيب هذا سايل ما درينا به هو يقطع الخط ان شاء الله المهم نجيك والله مسري ونضرب الماء ضربنا الماء اختفت وزن الموتر وتقلب الله انا اول مره يصير لي حادثه كذا و
وكنت واعي جميع الاحداث اللي صارت. الاخر شيء يعني اول ما حسيت به جنب المطر يوم انه قام يحك في الزفت هنا شراره والاول والثانيه والثالثه والمقلبين والرابعه يوقف على تند. يعني هذه كلها اللي لاحظتها في القلبه الاولى انه بس انه الشرار هذا والشرار والقلبه الثانيه ولد عمي اللي سوق ضرب راسه في الزفت. الله ياو اي والله يا ريت الدريشه فاتح الدريشه فاتح ضرب راسه في الزفت. تعرفون اي خلصنا من الانقلابه كلها. الموتر فيه سته يعني ورا معي اربعه قدام اثنين انا راكب وين خلف السواق على الباب. ايه على الباب. انا ما حسيت بشيء كذا اول ما وقف الموتر ما ادري كيف انزل واللي طايح عليك واللي تعرفون الحال. القزاز متكسر طلعت من القزازه نزل ولد عمي هذا اللي كان يسوق نزل كذا يمشي في الخط ما يدري جاء ضربه في ما يدري وما ادري ايش يقول كلام غريب وما ادري ويجلس في نص الخط. جيت هنا انا ما حسيت بشيء. جيت هنا العيال في السياره تطمنت عليهم لهم سالمين. جيته له لا يوم نظر يوم عين في كذا لهذه كذا هذه فيها ضربه قويه ارحب هلا هذه فيها ضربه قويه انت هو من ضربه الزفلت فيها ضربه قويه كذا. المهم وافك شماغي واربط راسه ننتظر احد يجي ما حول احد. والبقيه اللي معكم البقيه اللي معي انا ما فيهم شيء بس كدمات بسيطه. انا في رجلي هذا الضربه ذي ولا دريت عنها فيني شعر في ساقي ولا دريت. المهم يوقف عندنا واحد من الشباب طلع خويين في الفصل وياخذنا معه في السياره. اثناء من الغريب الخرم يمكن حوالي 35 كيلو يتكلم معي ولد عمي يقول له كلام غريب. قلت عانى فقد الذاكره يهذري يهذري من الضربه قام يتكلم وقام يقول كلام ودمه يا ولد يوقف. انا هنا يا ولد في موقف لا احسد عليه. يوم دخلنا المستشفى لا عبد الله اخوي اللي وعدناه قبل ساعه له قدامنا ما يدري عن شيء كذا السخم حادث ياخذون السخ الا يوم شاف لا داخلين عليه انا وياه ثيابنا كلها دم هو ينصدم. المهم يدخلون الغرفه وتعرف الدكاتره وشيل وحط انت طلع ايش؟ طلع فيه كسر مختبر هو سكر طلع فيه كسر فوق الاذن هني يعني طلع فيه كسر فوق الاذن. شو؟ هنا اذنه مكسوره فوق الاذن هنا في العظمه هذه اوتش ايه. والمهم ودوه المستشفى نوموني انا مستشفى خرمه هو حولها الطائف. جلس فتره في المستشفى يمكن حوالي اسبوعين كذا. جلست انا ثلاث ايام طلعت. كل هذه من الصبح يعني كنا ايش مستعجلين مسرعين ليش؟ مسرعين عشان نروح كشت مسرعين عشان نروح ما عندكم ولا شيء كشت يا جماعه سلام والرحمه سلام اهم شيء سلام اثنين تعبكم كتاب طعمي شريه 70000 اثنين يا جماعه لا تروحون بين والله نصيحه السياره وسلاح طلع لي واحنا والما يا جماعه والله عند الرجال الله يرضى عليك سالفه لا ادخل هذا بخشمه لا ركبت لا اثنين لا تلعبون فيهم والله السلاح والسياره والماء السياره والماء انا صار لي موقف ايمن مع ربعي يلا اللي قاطعك انت توهق ايوه في السياره صار لي موقف انا مع الربع انا الحمد لله ما جاني شيء لكن تخبر طيش وشباب يضحكون بالسياره ايوه احنا كنا بسياره وخوينا الثاني كان بسياره هو يمكن معه خمسة وإحنا ثلاثة وتخبر يصير فيه حد وهذا ومخيمات وشتاء وبرد وناس وضحك. إحنا على خط رايحين للبر والله العظيم وصارت اللي وإحنا نمشي والله نمشي يمكن حوالي 170 180 علي أقول لكم لا تلعبون بالسيارات
المهم اي والله وصارت الخبر مجاكر يجاكرون بعض. لا لا خذ راحتك. صارت مجاكر فهمت يجاكرون بعض. يوم حاصلت سياره خوينا ويدخل بر ويمحط له زبره ويقلب حوالي 8 قلبات او 7. لا اله الا الله. وهو 7 اللي معه هو 5 اللي معه وهو السادس. طبعا اللي معه الحمد لله ما جام شيء بس هو طار من السياره. انحذف من السياره ما كان له رابط حزام وانحذف. وحزام ترى مهم بالسياره. حزام اهم شيء اهم شيء حزام لا حد يتهاون فيه. ليه حطوه لسارة؟ لا حد انا 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 من النوع اللي كنت اقول العمر بيد الله. حزام مو فاكر. ترى حزام يفكك بعد الله. اي والله بعد الله سبحانه. فطار من السياره وضرب بالقاع والله اني جايه زبد. والله. لا ما توفى الحمد لله. بس انه دخل العنايه دخل العنايه اخذ له يمكن حوالي 3 أسابيع او 4 أسابيع بالعنايه غيبوبه مو واعي طبعا اللي معه ما جاهم شيء بس هو كله عشان شيء كله عشان ترفيه وضحك وناسه والله العظيم السياره لا احد يلعب بها لا سياره ولا سلاح هذول الثنتين لا يلعب عندك سلاح عندك اشياء خطيره مثل المسبح يوه مسبح بعضهم حتى المسبح يتهمون فيه ترى المسبح المسح فيه واحد يدف المسبح يقول ترى المسبح بعد خطير اشياء في اشياء وايده والبحر كلها الماء بشكل عام عرفت فيتامين سي فيتامين سي لحد بعد كل سالفه مروعه خذ لك حبه تروق لك مزاج تهدي مزاجك شوي انا مزاج شربت ولا عتبدي؟ اي صح انت برايم لا عتبدي لكن بشربه الحين مدري ليه في عناد في عناد عشان يشرب ايوه طالع انا واحد من اخواني من خميس مشيطن ابغى الدير ديرتك اي شيء بالبح معشوق المهم يوم قبلنا على صمخ الخط رايح جاي صمخ معروف ايه لا نشوف احنا على اخر اللي على الساعه 12 شيخ نشوف الونانات نشوف قلنا يمكن تفتيش من طرق ولا شيء اخر الليل يفتشون داي يوم قبلنا فيتامين سي على راس واحد للسياره رات مرتسمه هذا خلينا نهدي للدفع المدني للاسعاف للشرطه لا مرور من الطرق يا للعالم لا حادث قوي المهم يوم جينا لين في عسكري في الدفاع المدني واقف في الخط وانا نزق زوز السلام عليكم قلت سلموا قال لي سلموا الحمد لله قال ثماني وفى اعوذ انا اتعين يا ولد اتعين في السيارات ما تدري وش السياره لو سيارتي عائلتي السياره والله ما تعرفوا ولا تدري وش يوم تعدان السياره للقص كثير العالم كله بالمره 8 عائلة من هنا عائلتي مصادمين وجه لوجه الخط رايح جاي اعوذ بالله وليل يا اخوي تعين يا ولد تكفون غير السوالف غير السوالف دمع موت لا هذه عظه وعبره تبغى سالفه بعد صدق واحد اذا بيسافر يسافر في النهار انا على يدي والله على يدي مسافات والله انا على يدي بس انا يسافر في النهار عشان كذا غير السالفه تشوف تشوف الخط تشوف اللي يجي اسمع ابو حمام ساري الليل اشوف فاست الموضوع هذا كله السرعه يا جماعه ورب الكعبه ين ضرتك ولا ما نفعتك اي شيء خطر فيتامين سي واضح انه توتر عليك فيتامين سي لانه يخليك ما تستاء وتنسى الالام انا بعد سالفه مخردي بيلي اصفر بعد بدا والله احمد ربكم ما قلت سالفتي طيب اسمع لو قلت سالفتي ممكن ما تاخذ فيتامين سي الا كنسون كل شيء شو اسمه ايش كنت بقول لكم مسيت لي عيونك خل عيونك تطالع في عيوني ايش كنت تقول يا ربي انت عن عيونك تطالع لا اللي ايش ليش صدقوني يا جماعه فيتامين سي دي هذا لان منه نقص عندك نقص عندك نزل تحت الاربعه اقول شيء اتوقع تصيب حاله الجنون لا ذاك ابو راجح صح ده. والله العظيم انه مني ما ذقته ولا عرفت الايام جات الكورونا ولا قبل والله العظيم ما اعرفه والله حتى بالكورونا ما عرفت انا والله اني ما قد خذيت الا اول مره الصراحه انا ما قد شربت تدري الافضل وش ان الشخص لما اخذ فتره ممكن 3 شهور 4 شهور انه يروح يسوي تحاليل عامه اقول لك شيبانا ما كانوا يسوون تحاليل شيء عليك بالعيش يا اخوي شيبانك الله لا تعبتك وعقوبك عقوب رجلك اكوه شيبانك لو وصلوا 60 تفككون لا لا كنت اتكلم عن نفسك انا جداني ما مات الا 102 103
اثنين برا. اثنين برا. ما شفت هذا قبل كورونا ما كنت اشرب الشرب. اتشكك كوبت كنت احط فمي لين يذوب. انت بدي اشرب اشرب هذا. والله؟ يا ريحة ما تدري. برتقال صح؟ هذا ريحة مرندا. انت عشانك ترجيتها وعرفت تزينها يا غبي. انا شوف شوف اللي عندنا شلون وشوف اللي عندك شلون. نفس اللون. لا والله نفس اللون. والله ما يختلف. والله نفس اللون. هذا برتقالي هذا اصفر. بس زياده بس. لكن انا معبي فول. لا لا معليش معليش. معليش معليش انت معليش انت. اسمعوا اصك كفه عيوني والله الحين اقلبها مو عيوني بصابعك. اقلبها بالاكشن. دخل عيوني بصابعك. والله اخليك والله انا اخليك تشم كرسوعك هذه. ها كرسوعك وشن؟ ما تعرف كرسوعك؟ اسقاط. كرسوعك يكون شيء خايس. اتوقع. لا كرسوعك يعني هذا. ايوه هذا كرسوعك ذا. لأن خبر أنت أيوة كرسوع أيوة هذا إحنا نسميه كوع لا كرسوع وهذا عرق هذا كعب عرق إحنا نسميه كعب اللغة البيضاء لابد لغتنا إحنا البيضاء الباوة إحنا يا حطان لغتنا قرب لغة اللغة العربية لدرجة إنهم مش يقولون الحين دقي هذا أبعد كلمة اللغة العربية عطيك كلمة اللغة العربية حلو السلام عليكم احذف ما هي باللغة العربية لا اللغة العربية احذف لا ارمي لا احذف الحين بتقول احذف الكلمه وش تقول في الكمبيوتر احذف الكلمه دي. صح احنا نقول احذفها يعني حولها نقص الحرف سبحان الله جايب شيء جديد ترى دي عند المجتمع انا بقول لك انت بعد في ناس ما يقول احذف هذا حداك يقول احذف والله اظن نقول وش تقول الحين بعطيك العلبه دي اقول احذفها احذفها طيب الحين الغفا لا والله انت وش تقول انت وش تقول والله اظن ما نقول طيب الجري وش تقول يعني يقول يسعى يسعى طيب انت تقول يسعى الجري وانت وش تقول الجري يادي حلو وانت يا سعاي عادي كله نقول وانت خب يخب 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 طن طن يركض ها يخب لا كذاب والله انا كذاب والله انا يقول يخب طيب دقيقه مري بجي بك كلمه العين عين انت قد الحين داي عاين فيك وش تقول له عانه لا هذه عاين فيك عاين يناظرني اطالع تقول يناظرني وانت كيف قد داي عاين مهملني قلت انا لك شنو قلت وش قلت انا شنو قلت قلت عايلي لا ما ناظرني لا ايش شوف انك يا ابو قلبك يا عمي انا بخليك انا قلت يطالعني يطالعني صح وانت يناظرني ايش تخليت العيد ويدي وانت يناظرني وانت يناظرني او ينظر لي لا كلمتك هو ينظر لي ينظر الى انه ينظر لي وانت يعايني الهي يعايني يتفكرني احنا الحين هاي احنا لا شو واحد انت شو براك تشبح لي تشبح 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 يا ولد اقسم بالله ابعتكم هذه اللغه البيضاء اي هذه اللغه البيضاء اشبحني اسمع الحين اشبحني يعني عايني يتفكر في لا ما يتفكر في طيب ممكن اناظرك بس اني هوجس انا احنا نقول اسوي هوجس ممكن عاين فيك وانا اهوجس في ابراهيم تفكر في لا في احد هو اللي يقمر ما يقمر يفكر في ها يفكر في يتفكر في طيب هي تفكر تفكر اني تفنن يناظرني تفنن ليه ميسي عادي 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 اسع هو لازم يشيء لا حلو هي اختلاف ثقافات والحمد لله ربي خلى ثقافات انا اشوف الاقرب لغه بيضاء انها حنا ابي دقيقه دقيقه وش الربط بينكم وبين اللغه العربيه اللغه العربيه انت لو تجي ترجع للمستوحى الكلمات كلها تلقاها اقرب كلام لها صح حتى انا خبر ابو جهل يقول اذبحه اقول به على كيفك هي على كيفك طيب دقيقه الحين العرب قديم كان يقولون كرسوعك اي كرسوعك هذا كرسوعك كان يقولون كان يقول تشبح لي لا ما يقول كوع والله كوع كرسوعك لا يا صدق كرسوعك هذه كان يقولون تشبح لي اي كان يقول يشبح فيني انا كنت حاضر يشبح فيني لا كان يقول اطال النظر فيني اطال النظر فيني هذاك امرؤ القيس وطقته احنا نتكلم عن عواي الشايب اه اسمع انت تتكلم عن ايش تتكلم ايش عن عوال الشايب عوال الشايب واللغه العربيه لا انا ما اتكلم على القبائل الثانيه اتكلم احنا انت عوال الشايب وتعاملهم مع اللغه العربيه اللغه احنا اقرب شيء للغه أنت... العربيه والله العربيه هناك وانت هناك والله لو مع اي جوال الحين اوريك وش انك قرب شيء للغه العربيه لغتنا احنا يا عوال الشايب والله العظيم انك تعقب تخسي اسمع طيب دقيقه كلامنا الحين اعطي كلام انت الحين تجي تقول تكلم الحين ولا توصف واحد من الحين السلام عليكم يا مرحبا ومسهلا وينك والله عاني في البيت تجي ما نقول عاني احنا اي عاني عاني ما هي باللغه العربيه ايش تقول انت انا اقول بالبيت ايش تقول والله اني بالبيت احنا نقول اني تعيني عيني اني كنت والله يا رفوي شو يقول شو يقول نواف شو اني اني من يقوله اني
والله نصهم نايمون. اسمع زي كذا الحين. سلام علي ارحب الى جاي الجبل على حجاجك اليسر بتلسيده. لا تبغى تقول له انا في البيت. حلو. كيف تقول؟ وينك يا صوتك؟ والله في البيت. تدري عاد احنا شباب والله تحلف. ليه تربطون الحلف يا اخوي في كل شيء؟ ما ربطت الحلف انا. يمكنك برا في الشارع وتقول وش تسوي؟ دقيقه ان شاء الله اني في البيت. وش تسوي؟ صوت صوت دقيقه صوت 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 صوت. تدري عاد احنا شيبانا ما احنا ما نقول كذا نقول هالشكل. تدري شيبانا هالشكل بس احنا ما نفهمه. شو هالشكل؟ وش هالشكل؟ وش غير هالشكل؟ وش هالشكل؟ يعني زي كذا هالشكل. هالشكل يا اخي كيف يا اخي لهجتي انا نتكلم باللغه العربيه انت في برنامج يا ولد لغه بيضاء شو ايش علم اللغه العربيه؟ تبي هذا الحين تبي اخذ الحيد ما احطها في راسك. شفت احنا دقيت مثلا دقيت على شايب اي لا دقيت على شايب مثلا اقول مثلا وين المخيم فلاني حجر اسمه حيط لا صرت شرب اقول علي بحرام منك انت يا ولد انا وين شرب وين غرب وين ما اعرف لا هذه شارقك وش شارقك غربك لا نفس اللي يقول حجاجك خل البيت افلع على حجاجك اليمين هو صادق شارقك سهل غرب من دق طيب اذا بالليل شارقك شارق وغرب فين الشرق انت شوف انا يعني مثلا خليك لا اللي يذبحني يقول خليك شمال شرق شمال جنوب سهل سهل هي سهله بس يعني الحين يعني مثل الشرق كذا جاي شمال تيمن شوي يعني مو بتروح كذا شرق حذفها شوي للشمال خلط شمال انا شمال اذا انت ليل سهلة بس ولا اذا انت ليل اذا انت ليل في الليل عين نجوم ما في نجوم غدرة نجوم ايش فيك يا والله العظيم نعرف جبر 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 عارف تعرف نجم الثريا ونجم المرجم ونجم ايش اسمه شرفك انت ما قد عايش في السماء انت حتى في الليل ما ترفع راسك والله صحيح ما تعرف الحين زعق توفى الله يرحمه لا ما صار الا توفى لا ذمتك الله يرحمه لا 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 والله كان مضيع والله كان نجاح لا مضيع لا 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 الحين ما مات يا رب عين الله خير احنا اموات على كم عمره الحين قول له الله كم عمره قول له الله احنا اموات على اموات لكن الرجال ما بعد ما تحدى الله يطول عمره كم عمره عمره لا انا اقول في الاربعينات لا لا 50 اجى في واحد توفى عالم بعد قبل قبل امس نيوتن نيوتن قبل سنه نيوتن شكسبير ها شكسبير 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 اي اللي توفى من الفضائيات اي عن شكل عباراته اي عباراته شكسبير اللي توفى كان شاعر كان يجينا محاوره كثير كان يحطهم في بلاك بيري هل طلقنا كوه يقول تجيب من العبارات اللي سطر واحد عبارة طيب سلطان 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 إلى كلمك واحد وقال امشي على اتجاه شمال يا من العرب إلى حدرة إيش شمال حدرة يعني دقيقة أيوة حدرة تعرف وش حدرة حدرة إلى تحت لا تحت إلا بشعيب قليل تحت اتجه طريق المنحدر المنحدر والله انت اتجه طريق المنحدر ولا يمل تبودكم يمل ايوه شوف اللغه العربيه في اللوكيشن جوجل ماب هذا عمر هذا طريق المنحدر احنا نقول حدر حدر يعني احنا نقول حدر حدر عندنا طريق سامي هذا شمال وهذا جنوب وهذا علوه تصلي علوه وهذا سفله لا 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 هذا علوه طريق السلام هو ورانا حدر من باي قانون الحين احنا الحين الناس تتعب لا لا عندنا قالوا لي بيت حلوه علوه في الشعيب اليمن قل ليش علوه صحيح احنا قريب من عندنا تشوفون الرياض حدره لا لان بالخريطه اذا انت والله صحيح اذا انت تمشي كذا الحين تبنس رايح فوق رايح فوق صح ولا تبي يمين تبي يسار اذا تبي ترجع ورا حدره تحت حدره هذا الخريطه تحت احنا اللي ترى نفسه نفسه مثلا احنا الحين نبي نداور نبي نداور شو نقول نقول داور لا نقول خذ فوق تحت فوق تحت ايوه الحين 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 عندنا يا ربع الظهير كلنا السعوديين هذا الظهير كان هم المره لهجتهم تقرب لنا حتى يقول واقع ايه كيف ايمن صح انت كلكم ما تقول واقع ها ما تقول واقع واقع الواقع واقع قول قناه الواقع انت تقول كذا الحين القصايد الحين اغلب الحين اغلب القصايد ايه عيال الحين اغلب القصايد اللي بالسبيع يقول اسرع العلا والحداري الحداري يعني الحداري اللي هم الايه يقول اهل رماح واهل اسرع العلا راني وخرم يا سلام غاء غاء جامعينها غاء ولا غاء وحداريها كلها غاء الحين اقول مستر قول له قال شوفتكم شباب قال يا هلا وقلت على حش ما هو مقدر تراه ايوه هيا ونرى انهم حيا الحلقه عيال تشوف التميس يعطوه الدين يا منيتي يا سلا خاطري وانا
قلقلة. أحبك يا سلام يا غايتي كسل خاطري وأنا أحبك 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 يا سلام ليه الجفا ليه تجرني وأنا أحبك أحبك يا سلام يا لا 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 تراك حذف شليته تبر متى ذي الله يعين أبو نجم وين هذا شو علي الطفل الصغير اللي مسوي نفسه قوي هي والله مشكلة هذه مصيبة عظمى عاد المشكلة أنا جيت بين نارين أفزع لك ولا أفزع لا الله يقطع بليسكم خلاص خلاص امسك يا ابو خيت ايش ذا الشبوره هذا يا طويل العمر تدري اني متعافي ما شاء الله عليك فعله دوم قول امين والله العظيم من الكويت يعني من الكويت عفس وجهك تفهم من دا بس كنت الكويت جايك اوه ريحه الغليل هذا نسميه بقصم بقصم وشو بقصم بقصم السلام عليك اي والله هاجي شبوره وخلاص خل مني بقصم بقصم قسم شبوره خلاص انا نسميه بقصم يقولون هي سهله شبوره شبوره لا وش يصعبونها ليه لا نسميه بقصم وليش انا ليش يصعبونها ليه عمك مو بقصم يسمونها انت مو بقصم اي عمك مو بقصم في ناس يقربوا لي في كل يسمونها ايش يسمونها جبل جبل حدا انت تسمونها بقصم احنا نسميه بحلو خليك على الراهن يا دوخت من كلام جبر جبر خرج ازع هذا يسمونه شو يسمونه بقصم احنا نسميه بحلو والله صاير نسميه بقصم انت انا اتحداك اذا عمك ما يسمونه بقصم العب يا والله حلو اكل اكل جبر بالله وش تسمونه ها وش تسمونه بحلو انا اول مره اشوف عشان نسميه لا شبور هذا بقصم بقصم دقيقة وايد انا اتحدى خلاص خلونا نتحدى نسميه بقصم درجة اولى صليته والله والله صحيح يا شباب اكله 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 ها ها ليه تاكل كبرك انا ها قول مجروح مبروك ابو جل والله عافية ابو سعد بس اسمع اول مرة اشوف الشبورة دي احنا نسميه شبورة اول مرة اشوف مساء لا صحيح هذا ما يسمونه شبوره الشبوره شوف برس حبه سود هنا قاع عطني شاي يا ايمن بشر امك والله من ما شاء الله لا تروف يا سلام الليالي والضروف احلى وين لا تحن ولا تروف ليتك ما شاء الله كيف واجهت الحياة كيف واجهت الحياة لو تدري بحبك في وجه العابرين تعال الدو دقيقة والله بنفسي يلا كل ذي كل ذي جيب شاهد جود حلاق عند أحد رابط محلق ايمن محلق امس انت بحلق راسي ما تدخل على التسكر طلع اول مقطع اكسب الاور هذه ايش ريحته ها هذه ريحه شبوره انا ريحه الشاهي ليه ما اخذ مني انا وفي علي كرقين على نسيت كرقين على نسيت وين كنت تضرب كذا انت تصصف يا يا هذا ولادي هذا ولا بالله ما اخذ قنبه حل حلق راسي انا موجود ولا تمس في كلمه لا تراني بعدك لا تفشي ها لا تفشي في كلمه والله انا راقد على رجلي ترى قد هي مش راقد على طعمه في عنك وعن سلامات يا زين يعني الحمد لله على السلامة هو ماجو ما هي تزين إلا بعد فترة ايش صحيح أصلا حصريات دقيقة خليني أبرر أبرر لازم أبرر خليني أبرر دقيقة أول شيء لا محمد أول ما يجي دوري لا يروح لي إن شاء الله وأدريبك كريم لعبت أنا يوم كمل من الحين بتقلبه أنا ودي علي علي بس ما كمل بدي ود خشمه بدال بعد ود خشمه لا ادني لا مش خشمه بعد بعد ما تمسكها بس كذا يا غبي علمت له ليش مروح وين صوت صوت يا الحين قاعد تورني انا ترى ابن عمي يا جاي همي يا غبي لا تروح يا جاي همي تدري ما ترى علشان ترى علشان بركه اللي في البيت مو علشان عزيز شانك بركه معك مدرسه بركه انا ادري ابو باسل ها
ابو باس الشيء اللي انا فيه انا وعيال البلان ليش تشرب من شهية؟ عزوز مطير وعتيبه سوى ابشر بسعدك اني اغلي ابشر بسعدك اني اغلي يا مال ذاك اللي يقول اغلي واحبه ودري يعني تبغى زياده غير مسكات علي ايش تقصد هيك؟ يقول لي اللي يقول احبه ودري مسكات يا طيب الرجال طيبه اغليه والله اني ادور كم تصدق لا لا مو شلك سيبه اللي يقول اغليه واحبه ودري مسكات بس ترى تصير عليها شيء الناس تدري عنه لا مو كذا الزله الخافيه بينك وبين الله يقول اجلس تربع بلحش احط مركات بيض روج موصيني ياخذها معكم حلمنا يكبر ونعيش الامل واكثر نزرع قصه وتثمر جنتلها مع جنتلها كل الافاقي جنتلها يا جنتلها انت صاحب الغالي عند منزلك عالي عيش المر والحالي جنتلها مع جنتل لمتنا وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع عيش الامل واكثر نزرع قصه وتثمر جنتلها مع جنتل فرق اسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي تبلغ كل الافاقي جنتلها يا جنتل انت صاحب الغالي عند منزلك عالي عيش المر والحالي جنتلها مع جنتل